نظم حزب حماة الوطن بالغربية مؤتمرا جماهيريا حاشدا بطنطا لدعم مرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكد الحضور أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية ودعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها مصر منذ عام 2014 في كافة القطاعات وعلى كافة المستويات. ده أقل ما يجب أن نقدمه رد الجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي لكل ما قدمه للشعب المصري العظيم خلال بدءا من انحيازه للإرادة الشعبية في 30 يونيو وتحمله كافة المخاطر والعدائيات المحيطة به ومنذ تولي المسؤولية في 2014 وعلى مدار 9 سنوات جهود مخلصة مضنية من أجل بناء الجمهورية الجديدة ومن أجل الشعب المصري. حقيقة مصر استعادت مكانتها إقليميا ودوليا وإفريقيا. شفنا الألاف اللي كانوا موجودين جايين بحب للسيد وتأييد السيد الرئيس على اللي شافوه الفترة اللي فاتت من 2013 حتى الآن، من طرق، من صناعة، من زراعة، من صحة، من تعليم. احنا كل الناس حست بالكلام ده كله في الكورة، حتى كان يمكن كمان احنا عندنا في زفت حياة كريمة والكلام ده كله موجود وشايفينه على أرض الواقع. الحمد لله وفضل الله مؤتمر حاشد، مؤتمر جماهيري كبير جدا 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 لدعم القيادة السياسية ودعم السيد الرئيس للانتخابات الرئاسية القادمة. حاجة شيء مشرف لحزب حماة الوطن بقياداته، شيء مشرف زي ما انتوا شفتوا، حاجة كبيرة جدا، حاجة جميلة جدا جدا جدا. طبعا ما يغيبش عن ذهن الناس في الفترة دي ان مصر بتمر بمرحلة حرجة جدا وان في تحديات إقليمية ودولية كلها بتراهن على موقف مصر في ظل الأزمات الموجودة والمحيطة بمصر خاصة على المستوى الإقليمي. وإحنا في الفترة دي بنؤكد على الشباب وعلى الآباء والأمهات والرجال والفتيات إنهم ينزلوا أيام 10 و11 و12 للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم. والله إحنا جايين نشارك لنعم الرئيس وبندعي عيالنا وشبابنا وكل ما حوالينا. احنا طبعا البلد دي احنا حافظين عليها، ويحيى الشعب والجيش والشرطه. اقول لكل المواطنين انتوا شايفين الشر اللي بيحيك بالله بمصر والمنطقه كلها، فاحنا كمواطنين نحب ان احنا نقف كلنا كمصريين جنب الله القياده السياسيه لانها بتمثل مصر والأمة العربية كلها. احنا طبعا شايفين الوضع اللي حوالينا والظروف اللي بتمر بيها البلاد اللي حوالينا والصراعات المختلفة اللي موجودة، فما فيش حل تاني غير ان احنا انا مش شايف ان في بديل تاني، لازم يكون في دعم للرئيس.